صحت جيمز مقطع جديد في 18 متشافين حل تحدي جورج وفنيلدم حق شو اسمه البطاقه ذيك. فالتحدي كلفني عندك حرس المرمى بيكوفيتش، بعدين جيب كلاين، مصطفي، وتمندي، ماتب، جاي، صلاح، لالانا، ماتيتش، وكوزاكي، كاغاوا، وخلاص هذا هو الحل. فخلينا نسوي تقدم. انا حاليا جبت 3 لعيبه حمر من التحديات اللي هم موسى ولينغارد، وفي واحد نسيت منه جبته، فجبنا جورج من يلدم. انا اشوف لاعب باذن الله خرافي وراح ينجح، فخلاص هذا هو الحل. طبعا جدا اتوقع اللاعب خرافي، يعني اذا تبغون انزل عنه يستحق ولا ما يستحق قولوا لي في الكومنتات. فبس هنا وصلت المقطع، تمنى لكم المقطع. كلمك فارس جيمز، مع السلامه.